يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الله تعالى ويأبى الله إلا أن يتم نوره، هل يؤخذ من هذا صفة من صفات الله وأنها صفة الإباء؟ الله جل وعلا من أسمائه النور، من صفاته النور، والنور على قسمين، نور هو من صفات الله عز وجل، ونور مخلوق مثل نور اللمبات ونور الشمس ونور القمر، هذا نور مخلوق، إضافته إلى الله إضافة مخلوق إلى خالقه. أما نور الله جل وعلا فهذا صفة من صفاته. نعم.